صاحب الفخامة، السادة والسيدات، تشرفون اليوم صاحب الفخامة على تدشين برنامج إعادة بناء 28 منشأة تعليمية في نواكشوط. أشرفتم قبل عام على وضع حجرها الأساس وقد انتهت الأشغال فيها. يتكون هذا البرنامج من 28 منشأة تعليمية قديمة أعدنا بناءها بترميم نحو 300 فصل دراسي وبناء 90 جديدة مع عشرات الملحقات المكملة الجديدة، وقد حرصنا كل الحرص على أن تكون وفق معايير الجودة. ستمكن هذه المنشآت من توفير مقاعد دراسية لـ25 ألف تلميذ في مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. موازة مع هذا البرنامج المدشن اليوم، تشرفون أيضا صاحب الفخامة على وضع حجر أساس 22 مدرسة ابتدائية جديدة تتضمن أزيد من 250 فصلا دراسيا وعشرات المرافق المكملة، وستوفر هذه المنشآت المقرر دخولها الخدمة قبل بدء العام الدراسي المقبل بحول الله مقاعد دراسية لأكثر من 16 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، وهي كما البرنامج السابق من تنفيذ وكالة التنمية الحضرية كرب عمل منتدب من طرف قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي. السادة والسيدات، أنجزنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية تنفيذا لمقتضيات برنامجكم الانتخابي تعهدات عشرات المنشآت، أذكر منها باختصار بناء مقر لائق للجمعية الوطنية وآخر للمجلس الدستوري وسفارة للجمهورية في دولة النيجر وعمارتان من 9 طوابق توفيرا لتكاليف الإيجار ومراعاة للشكل اللائق لمقرات الحكومة. كما أنجزنا بالتزامن 10 مجالس جهوية وولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية و13 مقاطعة في مختلف أنحاء البلاد و4 محاكم و5 ملاعب و4 دور للشباب و14 نقطة صحية ومستشفى تخصصيا بسعة 150 سريرا في سليبابي. وفيها أنجزنا 50 وحدة سكنية بالمواد المحلية، وأنهينا العمل في تجمعات ماقة وبولحراث في العصابة والعطف بجورجل، هذا إضافة إلى عشرات المشاريع التي شهدت عمليات ترميم واسعة. ما تقدم هو حصيلة عمل مشترك، أسجل هنا اعتزازي بهم وبالعمل معهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.